بالمطرقة والنار يتفنن الحدادون في تطويع الحديد وتشكيله بحرفية عالية ليصبح معدل للاستخدام في عدة مجالات عملية ويومية. يتقن القليل من الناس مهنة الحدادة كونها واحدة من أكثر المهن مشقة وصعوبة، وتتطلب قوة بدنية وصبرا ومهارات عالية، كما تعد إحدى الحرف التي توارثها أصحابها عن آبائهم واتخذتها أسر معينة مهنتها الرئيسية. يعود تاريخ استخدام الإنسان للحديد إلى آلاف السنين، فوفقاً للأبحاث التاريخية بدأ الإنسان في العام 1200 قبل الميلاد باستخدام الحديد، وهي الفترة الفاصلة بين العصر البرونزي والحديدي. في اليمن توجد رواسب الحديد ضمن صخور بركانية متوسطة التركيب بنسب متفاوتة ومتداخلة مع صخور الرخام، وتعد محافظة صعدة من أقدم المناطق اليمنية التي شهدت تعدين الحديد خلال العصور القديمة، وإلى جانبها يوجد خام الحديد في عدد من المواقع بمحافظات البيضاء ومأرب وأبين، كما يقدر احتياطي الحديد في اليمن بحوالي 190 مليون طن. تبدأ عملية الحدادة التقليدية بتسخين قطعة حديد في جزء مخصص للعمل عليه عبر استخدام أفران تقليدية أو كهربائية، قبل أن يتم تشكيلها من خلال ضربها بالمطارق لتأخذ شكلها وتصميمها النهائي. وقد تتطلب بعض القطع أكثر من شخصين. تعد الصين وتركيا أكثر الدول تصديرا لأنواع الحديد المختلفة إلى اليمن، أبرزها الحديد المسلح المستخدم في البناء، حيث يستورد اليمن أدوات الحديد والصلب بقيمة 374 مليون دولار. تواجه الحدادة التقليدية وغيرها من المهن خطر الاندثار مع ضعف الإنتاج وتراجع الإقبال على منتجات الحدادين بسبب التهافت على الأدوات الحديدية المستوردة من الخارج، رغم إنتاجهم أدوات أجود منها وأقل تكلفة وإمكانية تعديلها حسب الحاجة. كما فاقمت الحرب مصاعب الحدادين في ممارسة مهنتهم إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع المشتقات النفطية وارتفاع أسعار المواد الخام.